نشرة أخبار الظهيرة من اليوم السابع، أهلا بحضراتكم وإلى العناوين. بدء سريان قرار تعديل مواعيد العمل بالمقاهي والمحال، بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، انطلاق مبادرة ما يغلاش عليك لبيع أكثر من 400 سلعة بتخفيضات تصل إلى 20%، وزارة الري تؤكد أن الملء الأول لسد النهضة لم يؤثر على حصة مصر المائية. وإلى الأخبار، يبدأ اليوم تطبيق التعديلات الجديدة لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبداية من اليوم الأحد 26 من يوليو سيتم السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات وما يمثلها حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية والمولات في تمام الساعة 10 مساء، كما ستزيد نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافيتريات والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة. ويستمر إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم إعادة النظر في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق والمتنزهات عقب عيد الأضحى المبارك. يبدأ اليوم 762 مرشحا لمجلس الشيوخ الدعاية الانتخابية للمنافسة على 200 مقعد بالانتخاب من إجمالي 300 مقعد للمجلس، يعين رئيس الجمهورية ثلثهم، وتستمر حملات الدعاية حتى فترة الصمت الانتخابي المقرر أن تبدأ من يوم 8 من أغسطس المقبل، ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي 9 و10 من أغسطس، وفي الداخل يومي 11 و12 من أغسطس. تنطلق اليوم الأحد مبادرة ما يغلاش عليك لتحفيز الاستهلاك المحلية، وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية والإلكترونية والملابس والأثاث وغيرها من السلع التي تصل إلى 4200 سلعة مختلفة يتم عرضها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة. ويحصل حامل البطاقات التموينية على دعم يتراوح قيمته بين 200 جنيه للفرد وبحد أقصى إلى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لهذا الدعم ما يقرب من 12 مليار و500 مليون جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. قال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية إن الملأ الأول لسد النهضة لم يؤثر على حصة مصر المائية، مضيفا في تصريحات صحفية أن احتياطية بحيرة السد العالي سيلبي احتياجات مصر، وأكد المتحدث أن مصر لديها تخوف كبير من حدوث جفاف أو جفاف ممتد، وهو ما سيتسبب في أزمة حينها، مشددا على أن الدبلوماسية المصرية عريقة ولا ترد على الاستفزازات بملف سد النهضة. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 40 حالة وفاة في أدنى معدل للإصابات من 27 من مايو الماضي. ووفقا لتصريحات من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، فإن أغلب الحالات الجديدة من المصابين تعاني من أعراض خفيفة، ولكن عالميا يستمر الوباء في تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث سجل العالم أمس نحو 285 ألف إصابة جديدة ونحو 10,000 حالة وفاة، نصف هؤلاء تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، فيما تزداد المخاوف من الموجة الثانية للفيروس في أوروبا، حيث سجلت كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا ارتفاعات كبيرة في الحالات المسجلة لديها. وعودة إلى الأخبار المحلية، تختتم وزارة التربية والتعليم أعمال تصحيح الثانوية العامة غدا وبعد غد الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص لليوم السابع أن أعمال التصحيح تقوم على الدقة والجودة، وأن أي مشكلة تظهر في الكنترول تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أي طالب، موضحا أن بعض الكنترولات وجدت كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على حقوق الطلاب في هذه الحالة.
أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنه من المقرر أن يتم بدء تسكين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع خلال ديسمبر المقبل، بحيث تكون العاصمة الإدارية أولى مدن الجيل الرابع التي تستقبل السكان رسمياً وتكون مؤهلة لانتقال الوزارات إليها. كما سيتم تسليم الحاجزين الوحدات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية في الحي السكني R3، وكذلك الفيلات التي تم طرحها للحجز من قبل. وكشفت الهيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم طرح 8000 وحدة سكنية للحجز في العاصمة الإدارية الجديدة عقب عيد الأضحى المبارك بنظام مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. أعلن النادي الأهلي حالة الطوارئ القصوى في فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة بعد أن أظهرت التحاليل إيجابية الإصابة بفيروس كورونا للاعبه حمدي فتحي. وطلب السويسري ريني فايلر المدير الفني للنادي بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم في غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع ولمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث في أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربي الذي تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخرا. فتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الزمالك لنادي الزمالك منذ قليل باب التسجيل في الجمعية العمومية المنعقدة على مدار اليوم الأحد وغدا الاثنين أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم في كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادي الأبيض ومناقشة الحساب الختامي وخطة أعمال مجالس إدارة النادي للعام المالي المقبل. وإلى هنا انتهى هذه النشرة متابعينا، أشكركم على طيب المتابعة. أعد لحضراتكم الزميل محمود حسن، وقدمتها نسرين فؤاد. إلى اللقاء.